شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم رمضان أحكام وآداب، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور مسرج بن منيع الروقي، الأستاذ المشارك في قسم الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. أهلا وسهلا بكم شيخنا. حياكم الله. حياكم الله شيخنا وأحسن إليكم. تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض أحكام الزكاة، ونريد أن نخصص هذه الحلقة عن زكاة العقار، فما المراد بالعقار وهل له أحكام خاصة مختلفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، العقار هو يندرج تحت عروض التجارة، ويمكن تكلمنا في الحلقة الماضية عن عروض التجارة باختصار، وهو الشيء الذي يعده الإنسان للتجارة فتجب فيه الزكاة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. لكن العقار أصبح اليوم له وضع مختلف من حيث الرواج والإقبال وتعامل الناس معه. فالمقصود بالعقار ما يملكه الإنسان من الأراضي والمنشآت التي عليها، قصور أو منازل أو استراحات أو محطات وقود أو محلات تجارية. فهذه العقارات لها أحوال تخصها، لأن نية الإنسان تختلف، فهناك ربما من يريد أن يبني عليه مثلا للسكنة، وهناك من يريد أن يتملكه ليضارب به، وهناك مثلا من يريد للإجارة. فتختلف العقارات باختلاف نية الإنسان حينما يتملكها. القاعدة العامة في هذا الباب أن العقار ليس من الأموال الزكوية، بمعنى أنه كون الإنسان يملك عقار لابد أن يزكي، لا، الأصل فيه أنه عدم وجوب الزكاة، إلا إذا كان الإنسان ينوي به التجارة. بمعنى لو إنسان عنده بيت مثلا في جدة وبيت في الرياض وبيت خارج المملكة، فلا نقول له أنه يزكي بمجرد أن تملك عقارا، مثل إنسان عنده أكثر من سيارة. لكن إذا نوى بها التجارة حينئذ انتقلت من كونها عقار شخصي يتملكه الإنسان إلى عروض تجارة، سواء عروض تجارة يراقب السوق فإذا ارتفعت باع، أو أنه يتملك ويبيع مثل الأراضي التي الإنسان يضارب بها. فهذه هي القاعدة العامة في العقار. عندنا العقار الذي يستخدمه الإنسان للسكنة، هذا عقار للسكنة، أو يستخدمه الإنسان أي استخدام شخصي آخر، يعني مستودع مثلا يجعله، أو استراحة مثلا يذهب إليها في أوقات محددة، هذا أيضا لا زكاة فيه، لأنه ليس الزكاة شيخنا تجب في العقار الذي أعد للبيع والشراء. نعم، العقار الذي أعد للبيع والشراء هذا تجب فيه الزكاة في أصل العقار، بمعنى أنه هذا العقار اشترى مثلا هذه العمارة، أو اشترى هذه الأرض، أو اشترى مثلا محطة وقود أو مجمع تجاري ثم عرضه للبيع ويراقب السعر، ففي هذه الحالة بمجرد أن عرضه للبيع فإذا مضى عليه
حول كامل فإنه يبيعه، فإنه يزكي بالسعر الحالي بغض النظر ارتفع السعر أو نقص. فهذا العقار الذي يعني فيه البيع والشراء. هناك عقارات أخرى الزكاة لا تكون في أصلها وإنما تكون في غلتها، مثل الذي يستأجر مثلا يبني عمارة، هو لا يريد أن يبيع العمارة ولكنه يؤجرها، فتكون الزكاة في الغلة. هذه العمارة مثلا الإيجار السنوي 200,000 مثلا، فإذا قبض هذه الأموال وحال عليها الحول فإنه يخرج زكاتها. لكن أصل العقار لا تجب فيه الزكاة، مثل الأراضي الزراعية الزكاة تكون في غلتها، في الزروع والثمار فقط، لا تكون في أصل العقار وهي الأرض. أما العقار الذي يتملكه الإنسان بقصد البيع والشراء والمضاربة والنظر في السوق، هذا الذي يجب فيه الزكاة، وأن يقوم في كل سنة ما دامت نية البيع حاضرة. وإن كان هناك بعض الناس ربما يتحايل، يقول أنا عرضت هذه الأرض فلما قرب الحول بشهر أو بأيام قال أنا عدلت عن البيع، كله من باب التهرب من الزكاة، وهذه من الحيل التي لا تمنعه عن وجوب إخراج الزكاة. جميل. هناك سؤال شيخنا ربما قد يعني يسأله البعض، وهو أن الإنسان قد يكون اشترى هذا العقار ليسكن فيه وسكن فيه فترة معينة، ثم قد يكون مثلا مرت به ضائقة مالية وكذا، ونوى بيع هذا العقار للاستفادة من المال الذي سيجنيه من هذا البيع، هل يعد بهذا هو يعني مشتريا للعقار للبيع والشراء والتكسب منه فتجب فيه الزكاة، أم هذا أمره مختلف؟ هذا يختلف. الصورة الأولى اللي ذكرناها أن يشتري أصلا، أصل شراء العقار هو للمضاربة فيه، فهذا يجب عليه أنه كل سنة يزكي ويقوم هذا العقار. يعني حتى بعض الذي يشتري مثلا أراضي أو مخططات وقد تكون كاسدة ولكنه هو ينوي بيعها، فإنه في كل سنة يقومها ويخرج زكاتها. لكن الذي اشترى مثلا أرضا ثم بدا له كانت للسكنة والتعمير ثم بدا له أن يبيعها لأنه رغب عنها يريد غيرها أو في مكان أفضل، فإذا باعها فإنه لا يخرج زكاتها، وإنما إذا قبض هذا المال وحال عليه الحول فإنه يخرج زكاته، تصبح ليست زكاة لأجل أن عنده عقار، وإنما زكاة لأن عنده مالا زكاة نقدين حال عليها الحول. جميل، جزاكم الله خيرا. وفي من يعني قد يكون الإنسان يعني استمعت عنده النيتان، بمعنى أنه يريد أن يتاجر بهذا العقار وفي نفس الوقت يعني هو يسكن فيه، فهذا ما هو حكمه؟ هل تجب فيه الزكاة ولا تجب فيه الزكاة هذا العقار؟ عرضه للبيع. نعم، يعني هو عرضه للبيع وقال يعني إلى أن يأتي مشتري أنا سأمكث فيه وأسكن فيه، فهو الآن يعني جمع بين النيتين، فهل يعني نقول له أن نيتك التكسب بهذا العقار توجب عليك الزكاة، ولا نقول العكس، أو نقول مثلا ما هي النية الغالبة أو الأصل الذي بنى عليه؟ الأصل أنه إذا عرضه للبيع وينوي فيه التكسب فمن تاريخ العرض، إذا حال على العقار الحول وما زالت النية قائمة للبيع فإنه يجب عليه أن يزكيه ولو لم يباع هذا العقار. وكم من أناس ربما يعرضون أراضي سنة سنتين ثلاث وما زالت النية قائمة، ومع ذلك يجب عليهم إخراج الزكاة لأن النية ما زالت قائمة. شيخنا، ممكن سؤال قد يرد يعني عند البعض بالنسبة للعقارات الموقوفة على جهات عامة، مثل من أوقف عقارا للفقراء وكذا، فهل هذا العقار تجب فيه الزكاة؟ بالنسبة للوقف لا تجب فيه الزكاة لأنه خرج من ملك الإنسان، فلذلك من شروط الزكاة أن يملك، فهو لم يملك هذا العقار. جميل، إذن عقار الموقوف هذا لا تجب فيه الزكاة. نعم. جميل، أحسن الله إليكم. و أيضا العقار الذي يعني قد تكون يعني نقصت قيمته فصار كاسدا جدا، يعني
هل نقول أن من كان العقار الذي قيمته عالية هذا تجب فيه الزكاة، والكاسد يعني لا تجب فيه الزكاة، أم لا فرق بينهما؟ طبعا العقار الكاسد مثل ما ذكرنا أنه تجب فيه الزكاة، لكن ذكر العلماء أنه إذا كسد العقار بحيث أن الإنسان يعرضه ولا يجد من يشتريه، يعرضه لسنوات، ففي هذه الحالة لا يزكي كل سنة، وإنما إذا باعه وقبض ثمنه فإنه يزكي لسنة واحدة. هذا في حال الكساد امتد إلى سنوات ولا يجد من يشتريه أصلا، ليس قضية أنه هناك من سيشتري ولكن السعر غير مناسب له، لا، لا أحد يريد أن يشتريه، في هذه الحالة إذا باعه يزكيه زكاة سنة واحدة. جميل، هذا من حيث الأصل أن الكاسد تجب فيه الزكاة. نعم. إلا في هذه الحالة، إلا في هذه الحالة. نعم. ولكن في بقية الأحوال فإنه تجب فيه الزكاة وبغض النظر عن قيمته وعن المقدار الذي سيخرجه. نعم. يعني. نعم. جميل، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا، وجزاكم خيرا أنتم أيضا متابعين الكرام على حسن استماعكم وإنصاتكم، إلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.